كراسو، أنقذني من هذا الجحيم يا حبيبي. لا تخافي يا سارة، سوف أنقذك. أخبر بارفوس، سأخبرك كيف ستفعل هذا. لقد أردت التعرف على بارفوس، صحيح، لكني لن أذهب إلى رجل آخر وأطلب مساعدته لينقذ المرأة التي أحبها. لا أستطيع البقاء هنا، لا يمكن لأحد أن ينقذني من يد عبد الحميد غير بارفوس. قيمتك كبيرة عند بارفوس. نعم هكذا. إن كان الرجل يمتلك نفوذا كبيرا، فإن المرأة التي يحبها لن تزج في السجن إطلاقا. ماذا يعني هذا الآن؟ فكري جيدا. تخيل امرأة يعطيها عبد الحميد قيمة كبيرة، إنجلترا وروسيا وفرنسا، لو اجتمعوا كلهم هل سيسجنوها؟ أنت محق، لا يمكنهم. هذا يعني أنه مهما كان بارفوس هذا شخصا قويا فهو ليس عبد الحميد. إن كان كذلك فلن يستطيع إنقاذك من يده أيضا. لماذا لا تضغط إنجلترا على الدولة العثمانية؟ ألا يعرفون أنني هنا؟ عبد الحميد قد ربط أذرعتها إنجلترا وفرنسا وحتى هولندا، كل أوروبا ارتبطت ذراعها بوثيقة واحدة. لكن يا كاراسو، لا أستطيع البقاء أكثر في هذه المزبلة، من سينقذني من هنا؟ أنا من سينقذك يا سارة، أنا. عندما يحل الظلام ستكونين معي. أين أنت يا محمود؟ كنت بانتظارك. كنت تنتظرينني؟ طالما أنك تنتظرين محمود، إذا افتحي ذراعيك لأعانقك يا عزيزتي. أي افتحي افتحي، كنت تنتظرينني يا عزيزتي السنيحة. يا سلام. خيرا محمود، ماذا يحصل؟ هل أنت مستعدة؟ كنز حقيقي. ما هذا الآن يا محمود؟ هذا لأجلي، عنقك الأجيد سنيحة. أحبك عزيزتي سنيحة، لو تعلمين كم أحبك. ترى ما الذي ستطلبه مني مجددا يا محمود؟ وماذا سأطلب سوى الهيام؟ إنه جميل. ليس جميلا فقط، بل خارقا للعادة. أوه، تعالي لأضعه على رقبتك الظريفة. ثمة خطاف هنا، يجب وضعه بحذر. عزيزتي السنيحة، حقا إنه مبهر، حقا إنه مبهر للعين، مبهر جدا، لا تستطيعين النظر إليه من شدة لمعانه. سنيحة، بعد الضربة الأخيرة التي تلقيناها لقد أدركت جيدا بأن حكاية السلطان مراد أخيرا قد انتهت إلى الأبد. أقصد السلطان مراد لن يعود مجددا، ونحن علينا أن نلتفت الآن إلى بقاء الدولة وإلى مستقبلنا أيضا. عزيزتي سنيحة، رائع جدا، رائع. وما هو مستقبلنا يا ترى؟ برأيي مستقبلنا الآن هو في مبايعة السلطان عبد الحميد، أي أن نصبح عبيدا لأجل دولتنا. إن كنت صادقا في هذا فابذل قصارى جهدك وعمل لأجل دولتك إذن. بالطبع، لكن هذا لا يحصل بالكلام فقط يا روحي، يبدو مذهلا
كم هو رائع في جيدك، رائع جدا. سلمت. لا يحصل بالكلام، أعني أحتاج مساعدتك في هذا الموضوع سنيحة. أنا فكرت، أعني لو أنني أترأس فوج السرة وأذهب معهم إلى الأراضي المقدسة وأمسح وجهي على تلك الأراضي المقدسة. يبدو مذهلا يا سنيحة. وبعد محمود؟ نعم، لو أمسح وجهي على تلك الأراضي المقدسة وأصبح رجلا وأؤدي وظيفتي هناك كما يليق بي، وبعد ذلك أخرج أمام عبد الحميد، ربما حينها قد أكسب ثقته. إن كانت هذه نيتك حقا، سوف أتكلم مع سلطاننا من أجلك. أقسم لك، أقسم إن هذه هي نيتي، والله وبالله. أهلكني الله، ليهلكني الله، ليهلكني الله سنيحة بهذا القدر. بالمناسبة هذه القطعة خارقة للعادة. عظيمة عظيمة. هل أفشي لك سرا سنيحة؟ هذه القطعة والله وبالله وتالله لا توجد عند الملكة، توجد معك فقط عزيزتي، معك أنت فقط. محمود؟ أها. إن كنت ستصبح أمين السرة ستكون قد ذهبت إلى الحج أيضا. نعم طبعا، سأصبح الحاج محمود باشا. الحاج محمود باشا؟ لن تصغي لهمسات الشيطان أبدا بعد الآن، هيا عدني. هل يعقل؟ سأتوب ولن أصغي للشيطان أبدا بعد الآن، أستغفر الله. هكذا. الحمد والشكر لله. الحمد والشكر لله. لقد فرحت لهذا. لكن يا محمود، ثمة مسألة أخرى مهمة أريد أن أكلمك بشأنها. مسألة مهمة؟ ما هي؟ خديجة، لأنها لن تستطيع الزواج بكمال الدين ولأنها ستبقى لوصفي، لقد فقدت صوابها. إنها تلومنا على كل شيء. ستقابل سلطاننا وتخبره بما حصل وتقول إن ما أصابها حصل بسببنا. أعني لا أعرف كيف سأوقف الفتاة يا محمود، ستحرقنا جميعا. سنيحة، أنا لدي فكرة. أنت اذهبي الآن إلى ابنتنا خديجة وقولي لها إن كمال الدين باشا مخلص لدولته. قولي لها إن كمال باشا مجبر على أن يقدم رغبة دولته على رغبة قلبه، لكن إن صبت مؤامرة وعزل كمال الدين من منصب الباشا في الدولة سيصبح فارغا. في ذلك الوقت لن يعطوا نعيمة لرجل فارغ بالطبع. وفي هذه الحالة كمال الدين وخديجة سيناسبان بعضهما البعض، ما رأيك؟ فكرة جيدة. إن عزل كمال الدين باشا ستتغير الأمور طبعا. طبعا أنت محق. طبعا محمود. ها؟ برأيي هذه الخطة خطة سيئة جدا، لكن علي أن أعترف بأنها خطة كبيرة كما هو الحال دائما. لقد فكرت. برأيي لا تذهب إلى الحج، فقد تتلقى حجرا على رأسك وهم يرجمون الشيطان فتذهب بها. سامحك الله، سامحك الله. كيف تكتب مقبول رسالة كهذه؟ الوضع سيء وعلي إيجاد حل. أعرف ما سأفعله، سأحل كل المسائل. هذا الحد. هذا الحبر مختلف، انظر إلى هذا محمد، لقد أكملوا كتابة اسمك بحبر مختلف. ما هذه الخيانة؟ نصبوا فخا لكل خطوة أخطوها.
بينما لا أقترب من أحد ولا أتدخل في شؤون أحد، وبينما أخلص العمل من أجل دولتي وسلطاني يعمل الجميع لرمي تراب الخيانة علينا ودفننا. وكأننا في حرب مع ضباع حجبت الدماء عيونها، ضباع تتربص بنا لتنهش لحمنا. يجب التملص من هذه المسائل يا أختي، يجب القيام بأمر ملموس، وإلا سأختفي في دوامة هذه الألاعيب. فوج السرة يتجهز، ليتك تطلبين من سلطاننا أن أصبح أمين الفوج. استلام هذه الوظيفة مهم بالنسبة لي، ثم إن سلطاننا يريد من الشخص الذي سيجعله أمين السرة أن يتفقد مسار السكة الحديدية، وسيعطي ذاك الشخص مسؤولية السكة عند عودته. هذه فرصتي الأخيرة يا أختي، وإلا ستسوء نهايتي. سلطاني، نقدم اعتذارا باسم الحكومة الألمانية، لم نكن نود الانسحاب من المناقصة، لكن العلاقات الدولية قد منعتنا. لقد أزلنا ذلك المانع من بيننا، أليس كذلك يا لورد كونراد؟ أزلتموه سلطاني. تأسيس خط العقبة لم يعد مشكلة، أليس كذلك؟ لا يا سلطاني، الحكومة الإنجليزية أدركت أن قلقها في هذا الشأن في غير مكانه. حسناً، أرسلوا إلينا عروضكم، سننظر إلى عروضكم وسنتخذ قرارنا بناء على العرض الأنسب. يمكنكما الخروج. رودولف أفندي، لا تنصرف. هل بإمكاننا الوثوق بك؟ الإمبراطور فيلهلم كان صديقك المخلص دائما وتشرف بهذا، وأنا تحت أمر سلطاننا، يمكنكم الوثوق بي. تفضل. فاطمة بسنت عزيزتي، تبدين بصحة جيدة ما شاء الله. شكرا لك يا سلطانة سميحة، تفضلي. إن شاء الله ستلدين أميرا يليق بأسرتنا الحاكمة، المهم أن يولد سليما، ثم إن سلطاننا يفضل البنات. هو كذلك، عندما كان صغيرا كان يحبنا أكثر من إخوته الشباب. فاطمة بسنت خانم، هل أعطتك مقبولة هذه الرسالة بنفسها شخصيا؟ ماذا؟ أي رسالة؟ لا داعي لهذا، فهمت أنك من أرسلت الرسالة، لكن لا تخافي، لن أخبر أحدا بذلك. أنا يا سلطانة، في النهاية أنت أيضا لم تستطيعي تحمل أفعالي بدار قادن وفعلت اللازم، لن ألومك لأجل هذا. سلطانة سميحة، ما أود قوله لنتكلم ولنتشارك أفكارنا بعد الآن، ولنقف مع بعضنا أمام بيدار قادن حتى تفهم أنها ليست وحدها في هذا القصر. انظري، لم أكن أود التدخل بهذا، لكن تدخلتي. بما أن لقب السلطانة قد سبق اسمك، ولا سيما أنك استنشقت هواء الحرم، ستتدخلين حتما. وتدخلي أساسا، فالتدخل جيد. كل هذا بسببك يا أسماء، بسببك كان علينا تمزيق رسالتي ورميها. لكن يا سلطانتي أنا كنت فقط. اصمتي، اغربي عن وجهي، بسببك أصبحنا سخرية لسنيحة. لقد حاول الإنجليز منعنا دائما في مسألة السكة الحديدية،
حين فهموا أنهم لن يستطيعوا منعنا أرادوا تأسيسها تحت حمايتهم، فرتبوا ألاعيب مختلفة لكننا أفسدناها. لهذا السبب نحن لن نخضع لهم، نريد إعطاء المناقصة للألمان. نشكركم يا سلطاني، نشكركم، لكن لنا رجاء منكم. سندخل قريبا في حرب، ونود أن يكون الألمان محايدين. ألمانيا ستكون بالطبع بجانب الدولة العثمانية. لا داعي لأن تكونوا بجانبنا، يكفي أن لا تكونوا ضدنا. تأكدوا من ذلك يا سلطاني. ونود شراء أسلحة من الشركات الألمانية. إن كنتم تريدون أخذ مناقصة السكة فيجب أن تجلس شركات الأسلحة على الطاولة معنا. سأجري اللقاءات اللازمة مع حكومتنا، لا أظنهم سيرفضون هذا العرض. عظيم عظيم، لكن أرجو أن يبقى هذا الكلام بيننا. يجب أن يظن الإنجليز أننا أعطيناهم المناقصة. فهمت جيدا يا سلطاني، فهمت جيدا. تفضل. تحسين باشا، هل تعرف ما هو سر أسلوب سياستنا؟ جعل الدول المتنافسة تتصارع فيما بينها وفتح الطريق أمامنا. حين يهاجمنا اليونان سيجد أمامه جيشا قويا جدا. سلطانتي، سررت عندما سمعت أنك وصلت إلى مرادك. لقد رأى السلطان بأن زواجك بكمال الدين باشا مناسبا. الحمد لله، وإن شاء الله سيقام عرسنا قريبا. إن شاء الله، تفضلي. هذه جميلة جدا. لم يعجبني أي من هذه الأقمشة، الموضة تتقدم وما زلنا نستعمل هذه الأقمشة. تعالي فهيمة. هل ناديتني يا سلطانتي؟ إن أعجبتك هذه الأقمشة نخيط لك فستانا. أين خديجة؟ إنها متوعكة قليلا، لم تستطع القدوم. حقا؟ زال البأس عنها. استدعوا الخياطة إستر، لم تعجبني هذه الأقمشة. أمرك سلطانة. كنت قد ذهبت إلى الخياطة إستر وقد أعطتني مجلة موضة، إن أردت أحضرها لننظر إليها. طبعا سيكون جميلا إن لم يكن فيها إزعاج. أدخل. تعالي تعالي يا أختي. ألا يتعب سلطاننا أبدا من العمل في أيام رمضان؟ التوقف عن العمل هو ما يتعبنا. تفضلي، ماذا تريدين؟ بالتأكيد صحتك وعافيتك وراحتك يا سلطاني. من يقولون هذا هم من يفسدون راحتنا باستثنائك. سلطاني، محمود باشا يقول باستمرار إنه تعب من أعمال السياسة، وبمناسبة رمضان يريد تخصيص بعض الوقت لنفسه المتعبة ولقلبه. حقا؟ هل محمود باشا يحب دينه لهذه الدرجة؟ على ما أظن رمضان منحه فرصة المحاسبة الداخلية. حقا؟ لهذا السبب له طلب منك. ما هو؟ يريد أن يصبح أمين السرة. حقا؟ طبعا طبعا. تعلمين أن الذي يود أن يصبح أمين السرة يجب أن يبذل بعض ثروته. عليكم مساعدة الفقراء في مكة والمدينة، هكذا جرت العادة. هل سيفرط محمود باشا بثروته؟ سلطاني، محمود باشا رجل سخي فوق العادة، ثقوا أنه لن يتردد في هذا الشأن إطلاقا.
حسناً، لنفكر، لنفكر. ثم إنه مهتم جداً بمسألة السكة الحديدية. يقول أيضاً إن ذهبت إلى الحجاز فسأكون قد فحصت الخط فعلياً. حقاً؟ حسناً، سنفكر. سلمت يا سلطاني. هؤلاء يظنوننا سذجاً بالوراثة يا باشا. العفو يا سلطاني. لا لا، إنهم يعتبرون رحمتنا سذاجة. لولا معرفتي بمحمود باشا لصدقت كلام أختي. سيجري محاسبة ذاتية، أستغفر الله. هو أول المراجعين سلطاني. نعم، لنرى إن كان هناك آخرون غيره، أم أن محمود باشا هو ثعلب الخيانة. يا باشا، هل الأمانات في فوج السرة الحقيقي جاهزة؟ الأمانات جاهزة سلطاني. اعتنوا بدقة بتلك الأمانات يا باشا، فهي مهمة. المساعدات التي سنقدمها لمكة والمدينة يجب أن لا تتعرض لأي خطر أبداً، فهذه أموال أمتي أيضاً. سلطاني، الأمانات قد حملت إلى السفينة. سلمت. سترسل عبرها إن شاء الله. عظيم. الأمانات في الفوج المزيف ستكون مزيفة أيضاً. سنجد رأس الخيانة في ذلك الفوج المزيف. من المحتمل أن يتم اختيار الجنود الذين بايعوا العدو. هكذا هو الأمر الذي أتاهم، لكن سنبدو أننا الذين سمحنا بهذا. إن لم تذهب الأمانات في الطريق الصحيح، فأولئك الجنود وأمين السرة على رأسهم هم الخونة. نحن سنخلص 1000 مرة وهم سيخونون 1000 مرة، لكن النصر سيكون حليف المخلصين لقضية الحق. هيا بنا. أيها الأهالي، لقد أمر سلطاننا عبد الحميد الثاني أن ينطلق فوج السرة. إن كان هناك من لا يستطيع الذهاب إلى الحج، لكنه يريد أن تصل صدقته إلى فقراء مكة والمدينة، فها هي الحقيبة أمامكم. ضع يدك فيها، إن شئت خذ وإن شئت أعطي. إنها صدقة لا ترى بالعين، بل تكتب في دفتر أعمالك. تقبل الله. تقبل الله. تقبل الله. تقبل الله. هيا بنا لنذهب إلى المسجد. لكي ينطلق فوج السرة، قرر سلطاننا عبد الحميد الثاني وأمر. هذا جميل للغاية، مثل فستان العرس، ويليق بك كثيرا. لن يليق بي فقط، سيليق بك أيضا، عروس مثل القمر. بالمناسبة، إن كان في قلبك أحد فسوف نراك قريبا بفستان العرس أيضا. ذلك صعب قليلا. لما قلت ذلك؟ أبدا، مجرد كلام. هل هناك شيء أعجبك؟ لقد نظرت، لم يلفت أي منها نظري. هذا فستان جميل جدا، ولونه جميل للغاية. أظن أن هذا سيكون الأجمل بالنسبة لي. نعم، وأنا أعجبني. أخبري الخياطة إستر أني أريد هذا الفستان. أمرك سلطانتي. المفتاح الذي بيدك سحري، يفتح كل الأبواب. افتحي الباب الذي أمامك واذهبي إلى المغسل عند حلول المساء، سيأخذك أحد رجالنا من هناك.
سلطانة سنيحة، من أين آتية؟ لقد كنت عند سلطاننا. كان لمحمود باشا طلب بسيط من أجل فوج السرة، وقد أوصلته إلى سلطاننا. أرى أن عينيك انبهرتا به. طبعاً أنت محقة، فهذا الدبوس غال جداً، وهو من القطع نادرة الوجود. عندما تأخذين هدية كهذه تسعدين كثيراً في الحقيقة. بدار قادن؟ بما أن أخوك قد فقد كل اعتباره، لا أظن أنك ستجدين شخصاً آخر يقف أمام زوجي. أقصد عليك ألا ترتكبي خطأً يؤثر على ازدهار دولتنا ومستقبلها فقط من باب الإساءة إلي. سلطانة سنيحة، ما زال هذا الحرم لي، لا يوجد ما لا تستطيع قدرتي تجاوزه. خيراً يا فهيمة؟ إنه مجرد زواج، هل يتغير الإنسان لهذه الدرجة؟ لكنها طبعاً ستتغير، لأنها سوف تأخذ أقوى باشا في هذه الدولة. ماذا حصل يا فهيمة؟ لماذا تتذمرين؟ لماذا نادتك وأنت ذهبت راكضة؟ تستعد لأجل كمال الدين باشا، تخيط شتى أنواع الفساتين، ونادتنا لنخيط فساتين لأنفسنا. نعم طبعاً، سلطانتنا تراعي الآخرين كثيراً. عرضت علينا الأقمشة التي لم تعجبها. أساساً كان عليك ألا تذهبي، والآن أتيت وتتذمرين. لقد أحضرت حسناء مجلة، أخذتها من الخياطة إستر. كنا ننظر إلى الفساتين، وعندما أعجبني أحد الفساتين فيها سحبت نعيم المجلة من يدي وأخذتها. ما لبثت أن رأت الفستان حتى قالت بأن تخيطه الخياطة لأجلها. وأنت هل قلت شيئاً أم أنك التزمت الصمت؟ ماذا كان بوسعي أن أقول يا أختي؟ إنها ابنة السلطان. وأنت ألست كذلك؟ اذهبي واجلبي لي تلك المجلة. ماذا ستفعلين بها؟ اذهبي واجلبيها، لدي فضولاً لرؤية ذلك الفستان. لما لا تخرجين من الغرفة؟ أنتظر خبراً من سلطاننا لقبول لقائي. إن كلمت سلطاننا سيسوء كل شيء، اعلمي هذا. لقد تكلمت مع عمتي وهي تعارض قرارك هذا. هذه المسألة لا تعني عمتي، لتنشغل هي بمسائلها الشخصية. ولكن يا أختي، لا تتدخلي بشؤوني، لن أختبئ وراء الأكاذيب والألاعيب التي تلعب بعد اليوم. لن توجد إلا الحقيقة. أمي، أخبريني ما الأمر. أتى خالك يا عبد القادر ولديه طلب. وما هو؟ يريد أن يترأس فوج السرة، لكن ليست هذه المسألة الأساسية. محمود باشا أيضا طلب هذه الوظيفة، كلاهما يريدان وظيفة أمين السرة. محمود باشا لن يطلب الوظيفة عبثا، حتما لديه مآرب أخرى، لقد أصبحوا يثقون به. سأعرف هذه المسألة من صباح الدين، لكن ليكن خالي محتاطا. انظر إلى هذا. ما هذه؟ الرسالة التي تركتها مقبولة. حقا اسم خالي مكتوب فيها؟ لا يا بني، هكذا يظن من النظرة الأولى، لكن انظر بإمعان. كتبوا تتمة اسم محمد بحبر قلم مختلف، يجب النظر بالمكبر. لقد غيروا الاسم.
نعم صحيح، مخططاتهم لا تنتهي يا عبد القادر، ثمة وثائق أخرى كلها مزيفة، إنهم يهاجموننا دون أن يسأموا. لتبقى الرسالة معي. ماذا ستفعل؟ سأجد طريقة، لكن حاليا دعي خالي لا يطلب شيئا من سلطاننا. السيد اللورد كونراد، أنا متأكد أن عبد الحميد سوف يرسل تلك الوثيقة مع فوج السرة إلى ديار الأمانات. هذه الهيئة التي تقول عنها فوج السرة يجب أن تكون أنت على رأسها. الشخص الذي يكون على رأس فوج السرة يقال عنه أمين السرة، وأنا سأكون ذلك الشخص، لا تقلق. أن يكون على رأس الفوج لا يعني شيئا، هل سيتم تقديم الدعم اللازم لمحمود باشا في الفوج؟ بالتأكيد، لدينا 50 عسكريا نشيطا في الجيش العثماني وسيكونون ضمن الفوج. سيد هيرزل، لورد كونراد، بالتأكيد لا أستطيع توجيه فوج السرة بمفرده، لن أتواجد في النقل والإدارة. يكفي أن تكون على رأس العمل، لا تفكر بالباقي يا باشا. عندما أجد أصدقائي بجانبي لا أفكر بأي شيء ولا أخاف من أي شيء. عن إذنكما. برأيك هل سيصدق عبد الحميد هذا الهجوم المنفذ على فوجه؟ عندما يسمع بموت الباشا الذي على رأس الفوج سيصدق. الموت أمر جاد وهو يقنع بشكل عظيم. رغم كل شيء لا أريد موت محمود باشا. قابلتي سلطاننا يا أختي؟ هل أخبرته بمرادي؟ لا، لم أخبره. لماذا؟ لماذا لم تخبريه؟ لا أريد أن أعرض لا أميري ولا نفسي للخطر من أجلك بعد الآن يا محمد. ماذا تقولين يا أختي؟ أقول ما حصل يا أخي، أقحمتنا في كل مسألة، وفي النهاية نحن من تضررنا. لقد سئمت من الكفاح من أجلك يا محمد، ألم يحن الوقت لتضع عقلك في رأسك؟ أنت تهدم في كل مرة وأختك تلملم وتصلح، أليس كذلك؟ حسناً أختي فهمت. الحلم الكبير الذي حلمته هنا لأخدم الدولة كله سوي بالأرض. أنا أرى أن أذهب من العاصمة. اذهب يا محمد، اذهب إلى حيث تشاء. هل سأمسك بك وأتوسل إليك لتبقى؟ هل سأجلس وأبكي كي لا تذهب؟ هيا افعل ما تشاء يا أخي، يكفي ألا تصبح عبئا على سلطاننا. حسنا يا سلطانتي، حسنا. فهيمة تعالي يا ابنتي. تعالي اجلسي. ماذا حصل؟ هل اقتنعت خديجة بالتراجع؟ للأسف يا عمتي، لا تتراجع عن عنادها، تنتظر خبرا من سلطاننا ولا تخرج من غرفتها. علينا منع هذا الأمر فهيمة. أجل يا عمتي، أنا لا أنوي الارتماء في النار ولا أريد أن أطرد بسبب أختي، لكن ماذا سنفعل؟ لقد وجدت حلا يا ابنتي، يكفي ألا تفارق خديجة كثيرا. إن حصل خطب ما أخبريني فورا، إياك أن تحاولي منعها. حسنا يا عمتي، يكفي أن تخلصينا من هذه المشكلة، سأفعل كل ما تقولينه.
سلطان، لقد أتى محمد باشا ويود لقاءك. عفوك، هذا بحكم العادة، لقد أتى محمد أفندي ويود لقاءك، ماذا تأمرون؟ ليأتي. تفضل محمد أفندي. سلطاني، أتيت لطلب السماح منكم، والله وبالله لم أكن أعرف أهمية ذلك الخط. أنا لأن تلك الأراضي مستوية. أنت قريبي وخالو أولادي، جعلتك باشا بناء على جدارتك، والآن عزلتك بسبب عدم جدارتك. إن جئت تطلب الرجوع إلى وظيفتك فلا داعي. سلطاني، أطلب الوظيفة في كل حين، لكني لم آتي من أجل وظيفة الباشا. لو تكرمت علي أود أن أصبح أمين سرة. وما هو السبب الذي دفعك لتطلب هذه الوظيفة؟ لقد أخطأت في أعمال السياسة سلطاني، أريد القيام بأداء الحج والقيام بوظيفة أمين السرة كما يليق بها واستعادة اعتباري أمامكم. انصرف. أتى الطلب الثاني يا تحسين باشا، لنرى من سيطلب الوظيفة أيضا. سلطاني، من الذي ستعينه في رئاسة الفوج الحقيقي؟ أفكر بعبد مخلص لله يا باشا. أرني الفستان. هذا هو. إنه جميل للغاية، سيليق بمن يلبسه، لكنه سوف يليق بي بالأكثر. ماذا فعلت أختي؟ لماذا مزقته؟ هذا الفستان لن يكون لنعيمة. أود أن ترى وتتعلم يا بني، وأن تجرب أيضا، لأن عظمة فوج السرة وكل مسؤولياته فوق أكتاف السلطان. سلطاني، لقد خفت في السنة الماضية من عظمة الفوج، لكني كنت سعيدا. العظمة هذه السنة سوف تكون سرية.